أما هلأ مشاهدينا رح ننتقل للادئية وجميع الكوادر الإنسانية والخيرية والفردية أثبتوا تواجدهم على أرض الواقع من الساعات الأولى من الزلزال، يعني جهود تطوعية وأغاثية كبيرة قاموا فيها مؤسسة سوريا بتجمعنا لنحكي أكثر عن العديد يلي الأعمال اللي ساهمت فيها بظل هي الكارثة ببعض المحافظات السورية. صار معنا عبر الاتصال الأستاذة عنود حداد منسقة بمؤسسة سوريا بتجمعنا. أنا بالله يسعد صباحك والحمد على السلامة. يسعد صباحكم والحمد لله على سلامتكم جميعا. الله يسلمك. سلامات ست عنود. بداية بدنا نوجه لكم تحية لإليك لحضرتك ولكل كادر سوريا بتجمعنا، لكل الفرق التطوعية والإنسانية، للمؤسسات اللي شفناها متواجدة على الأرض وراحت لتقدم بضمن الإمكانيات المتاحة. اليوم خلينا نحكي أكثر عن تواجدكم ضمن كارثة الزلزال. أول شيء الحمد لله على سلامة الجميع، ونحن بدنا نقول لكم شو كنا عم نشتغل من الساعات الأولى للكارثة. نعم، كنا متواجدين أول ساعات على الأرض بتحميل الحافلات اللي عم توصل المواد الأولية للمطابخ الميدانية بالأرض، من مواد أولية لمعلبات ومواد غذائية، ألبسة أطفال وحدات وكل الإمكانيات. مؤسسة سوريا بتجمعنا وقفت كل نشاطاتها لمساعدة أهلنا المنكوبين بالزلزال بالتشبيك مع الأمانة السورية وتحت رعاية الشؤون الاجتماعية والعمل والتوجيهات. تمام، خبرينا. نحن من أول لحظة للزلزال ولليوم كل كوادرنا التطوعية عم تشتغل على الأرض. نعم. بالمطابخ الميدانية. خبرينا أكثر يعني عن حجم المساعدات يلي قدمتوها خلال هي الكارثة، عن تواجد فرقكم بالمحافظات السورية. نحن موجودين بشكل يومي بحلب، اللاذقية وحما، وبشكل يومي عم تتسير القافلات لحتى تودي المواد الأولية والمواد الإغاثية لثلاث محافظات المنكوبة بشكل يومي تقريبا. طيب ست عنود، يعني اليوم تشكر جهودكم مثل ما حكينا ببداية الاتصال، وشفناكم اليوم على الأرض، شفنا صور، شفنا فيديوهات توثيق للأعمال الإنسانية ضمن محافظاتنا السورية لكل المؤسسات والجمعيات. خلينا نحكي اليوم عن دور العمل التطوعي، قد اليوم مهم تواجده ضمن أهالينا بالمحافظات السورية، وقد مهم اليوم نحن نفتح باب التطوع لكل الشبان والصبايا. صحيح. نحن من اليوم الاول تفاجئنا بالكم الهائل للمتطوعين اللي جايين، بس بدهم يساعدوا، بدهم يساعدوا اهاليهم المتضررين. الحمد لله في اعداد كبيره قدمت مساعدات لمؤسسه سوريا بتجمعنا، وكانوا واقفين معنا عدد كبير من المتطوعين، بالاضافه لمتطوعين الامانه السوريه اللي ساعدونا بشكل كثير كبير على الارض. اعداد كبيره من المتطوعين عم تشارك كل الاعمال، من طبخ لتوزيع لتوصيل اي مساعده غذائيه إسعافية على الأرض لكل المتضررين، والحمد لله قدرنا نوصل لكل المتضررين بمحافظة اللاذقية. يعني هون بدي أسألك، قديش مهم اليوم التشبيك مع المؤسسات والجمعيات الخيرية؟ ذكرتي أنه تم التعاون مع مؤسسة الأمانة السورية للتنمية، خبرينا أكثر قديش مهم هذا الشيء اليوم لحتى ننظم آلية العمل. طبعا الأمانة السورية عند الداتا كلياتها والمعلومات الكافية لنقدر نوصل لكل العالم، ساعدتنا كثير ووفى معنا، والاتفاقية بيننا وبينها لحتى نقوم بإنقاذ العالم. متطوعينا وكوادرة كلها على الأرض بشكل يومي عم تحصي وترجع تعطينا البيانات يوم بيوم. بتعرفي في عالم عم تجي على مراكز إيواء، عم تخف الأعداد، عم تتناقص دور الإيواء، صارت اللي وضع بيته آمن بعد كشف اللجان رجع على بيته. فهي الداتا كلياتها فريق كبير من متطوعين الأمانة ساعدنا كثير لحتى يعطينا إياها بشكل يومي وبشكل صادق. نعم ست عنود، دائما نحن من يوم ست شباط لليوم دائما عم نحكي عن الجانب النفسي والدعم المعنوي، كان للأطفال أو كان لأهالينا يلي نجوا من هي الكارثة. اليوم شو دوركم الإنساني كمؤسسات موجودة بالمناطق المنكوبة؟ هلا بعد ما خلصنا من المرحلة الإسعافية الغذائية والحاجات الضرورية اللي تأملنا، فهلا مع عودة المدارس أكيد في خطة جديدة لحتى نقوم بالتنمية والدعم النفسي والخطط الثانية، وكله بالتنسيق مع الأمانة السورية. أكيد. نعم بدنا نتشكر
كل الجهود اللي عم تقدموها، ودائما نحن بنضل قلوبنا معكم حتى لو ما كنا قدرانين اليوم نكون متواجدين معكم، ولكن نحن عم ننقل صورة عملكم للناس، عم نفرجيه اليوم قد ايه اليوم مهم ثقافة التطوع، وقد ايه مهم اليوم التواجد ضمن المحافظات المنكوبة لنكون ايد بايد جنب اهالينا وجنب اطفالنا. شكرا لك ست عنود، وتحياتنا لكل فريق سوريا بتجمعنا. شكرا لكم كلياتكم. شكرا كثير لك.